السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني؟ شو اخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. اليوم ان شاء الله جايب لكم طريقة عرض اشعارات جهاز الاندرويد على الكمبيوتر والتحكم فيه من خلال الكمبيوتر. طبعا مش تحكم بشكل كامل ولكن تحكم بسيط. طبعا البرنامج اللي راح نستخدمه اليوم بفيدنا اذا كنا بنستخدم الكمبيوتر بشكل كبير، ما بننتبه لتليفوناتنا وبتروح علينا مكالمات او رسائل، فبالتالي هالبرنامج ببقيك على اطلاع مع الاشعارات اللي بتجيك على التليفون على اساس انك ما تنسى اي اشي بوصلك على التليفون. فخليك معي ويلا نحكي بسم الله ونبلش في الشرح. طبعا بداية بدك تفوت على جوجل بلاي وتنزل هالبرنامج اسمه بوش بوليت، او بامكانك تنزله من مدونتي ورابط التدوين موجود تحت الفيديو بالوصف. بعد ما ننزله على تليفوننا اللي شغال بنظام الاندرويد راح نيجي نفوت على هالموقع، طبعا بامكانك تفوت عليه من خلال مدونتي ورابط التدوين موجود تحت الفيديو بالوصف. بعدين بننزل للاسفل هون وبننزل البرنامج الخاص بالويندوز، نكبس عليها. طبعا راح ينزل عنا بهالشكل، راح نفتحه دبل كليك وننزله نيكست نيكست نيكست. بعدين راح ينزل عنا البرنامج بهالشكل. قبل فتح البرنامج الخاص بالكمبيوتر بالبداية بنتوجه الى تليفوننا اللي شغال بنظام الاندرويد، بعدين بنفتح برنامج بوش بوليت. طبعا راح يجي معك بهالشكل زي ما انت شايف. نعمل تسجيل دخول باستخدام حسابك على جوجل او على فيسبوك، طبعا اخترنا جوجل او فيسبوك، اثنين نفس الاشي ما في اي مشكلة. راح تطلع لك هاي الصورة، بنكبس هون على انيبل. راح تيجي تحط الصح هون على بوش بوليت، بعدين تكبس على اوكي او موافق، بعدين بنكبس انيبل، بعدين دن. اشتغل معي البرنامج بدون مشاكل. هسا بنرجع على الكمبيوتر، نفتح برنامج البوش بوليت الخاص بالكمبيوتر، بنسجل دخولنا بنفس الايميل او الحساب اللي احنا استخدمناه على التليفون. اذا كان جوجل بنكبس على جوجل، اذا كان فيسبوك بنكبس على فيسبوك. طبعا انا راح اختار الجوجل لانه استخدمت الجوجل. راح تفتح معي صفحة الموقع، بعدين بحولني على حسابات الجوجل، بختار الحساب نفسه اللي انا اخترته داخل التليفون. بحكي لك signing in، ننتظر شوي. بفتح برنامج البوش بوليت تلقائيا، نشوف كيف لما يوصلني اشعار على تليفوني كيف راح يبين. زي ما احنا شايفين وصلني اشعار انه وصلتني رسالة على الواتساب. وهيك بامكانك تظلك متابع تليفونك وتتذكر اشعاراته على اساس انه ما يروح عليك اي رسائل او اي مكالمات وانت بتشتغل على الكمبيوتر. طبعا بالنسبة للتحكم بالتليفون انا حكيت انه بامكانك تتحكم بالتليفون ولكن بشكل بسيط. نشوف كيف. نفتح برنامج البوش بوليت. لو نيجي هون في عندك SMS بامكانك تفتح الرسائل تبعتك وبامكانك تكتب وترد على الرسالة. فقط هاي هي طريقة التحكم الوحيدة بالبرنامج اللي هي بس فقط بالSMS. ولهون بكون انتهيت من الشرح، اتمنى انه يكون عجبكم. اذا عجبك الشرح لا تنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك فيها. وإذا كان في عندك أي سؤال، أي استفسار، أي اقتراح بإمكانك تسأل، تستفسر، تقترح تحت الفيديو بالتعليقات أو من خلال صفحتي على الفيسبوك، رابط الصفحة موجود تحت الفيديو بالوصف. لا تنسى تشترك بقناة الاحتياطية، برضو رابط القناة موجود تحت الفيديو بالوصف. برجع بذكر أنه بإمكانك تنزل التطبيقين الخاص بالويندوز والأندرويد من خلال مدونتي ورابط التدوين موجود تحت الفيديو بالوصف. ولهون صار لازم أنهي الفيديو، شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية. كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.